الأصل أن الإنسان لا يتحزب، الأصل لا يوجد كأصل في الإسلام، ما في الإسلام إخواني تحريري حزبي، لا يوجد هذا في الإسلام. لا يوجد. هو سماكم المسلمين من قبل، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالله حدد الحزب وحدد المنهجية وحدد الاتجاه أن نكون مقتدين بالأولين السابقين من مهاجرين وأنصار. هذا هو الفصل وهذا الذي أمر الله به. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم المؤمنون حين نزول الآية؟ الصحابة. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذن هذا الأصل في المسلم، الدين الفطري، الدين السهل، الدين كما يقولون يعني الواضح، الدين الواضح. نعم. هو سماكم المسلمين، والتحزب في الإسلام محرم وباطل، محرم باطل. أنت تتحزب في الإسلام؟ كيف تتحزب في الإسلام؟ إذا تحزب الآخرون طيب. طيب. نعرف أنفسنا طيب. كيف لما نشأ يعني أساس البلاء هو التشقق اللي حصل في الأمة الإسلامية. انشق الخوارج بيقول الصحابة، انشق الشيعة، شيعة شكلوا شيعة بعد المعتزلة. إذن أنا من أنا؟ هل أنا خارجي؟ هل أنا رافضي؟ هل أنا معتزلي؟ هل أنا مرجئي؟ هل أنا شيعة؟ 70 فرقة 80 فرقة، هذا كان أول 80 فرقة رئيسية، 70 فرقة 73 أس 3، عارف إيش معنى أس؟ الآن يعني 73 ضرب 73 الآن كان بيطلع 70 في 70 بيطلع له شيء مليون وكذا فرقة الآن كل واحد. إذا الإسلام حل هذه المشكلة كلها، أنه أنت تكون مقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نجعل الإسلام جيوبا وأن نجعل الإسلام أحزابا، تدخل بإذن وتطلع بإذن، هذا كله مرفوض في الإسلام. فالآن تسألني من أنا؟ أنا أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يقولون ثم كذلك. تلطف معي تلطف معي. جميل. ثم بالأئمة الأربعة ومن شابههم من التابعين والتابعين إلى آخره. الآن تقول لي كلهم يقولون هذا، لا، الخوارج لا يقتدون بالصحابة، هم فقط الخوارج يرون أبا بكر وعمر والباقي يكفرونهم ويقتلونهم وما شابه ذلك. فهم يكفرون عثمان ويكفرون علي رضي الله عنه، وقتلوا الاثنين. صح. خوارج قتلوا الأول خوارج السياسي وبعدين خوارج العقيدة، في خوارج سياسيين وفي خوارج العقيدة. قتلوا علي رضي الله عنه، خوارج الاعتقاد. وخوارج السياسي قتلوا عثمان رضي الله عنه. أجل أنا مذهبي والذي يجب أن يكون كذلك مذهب كل إنسان أنه يقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا يختصر الإنسان، بدل ما يقول أنا على مذهب أبي بكر وعمر والصحابي وأبي حنيفة والشافعي ومالك أحمد، يقول أنا على مذهب من سلف. يجوز هذا التعبير؟ على من سلف، على مذهب من سبقني يجوز؟ على من مذهب من سلف، يعني سلف سبق. طيب، إذن اختصرت أحيانا أنه أنا على مذهب السلف. إذن السلفية ليست حزبان، السلفية ليست تكتلا، السلفية دين، هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. بس نقول هذه العبارة للتميز عن أهل الضلالة. يعني نقول مضطرين لهذا. أنت خارجي، أسألك، أنت خارجي أفكار خارجية؟ أنا؟ يا بسألة؟ لا. لا. شيعي؟ لا. مرجئي؟ لا. طيب شو انت
تقول لي مسلم وهن بعض مسلمين، لأنه نحن لا نكفر كل الشيعة ولا نكفر كل الخوارج ولا نكفر كل المرجئة ولا غيرهم ولا غيرهم. أقول طيب. سلفي. ها مشان تختصر أنت باقي على الأصل، لاحظ هذه قضية مهمة، أنا باقي على الأصل، لكن بدل ما تكرر بتقول أنا سلفي، هذا هو مقصود. في أناس شوهوا هذه القضية إما لقضايا سياسية أم لقضايا حزبية أو لأي قضايا أخرى. إذن السلفية ليست حزبا، بل أنا أقول، قلت في إحدى التحقيقات الأمنية، قلت من لم يكن سلفي فماذا يكون؟ وهذا الذي أنا أجيب أسأل الأخوان، من لم يكن سلفي يعني على هدي كذا ماذا يكون؟ سيكون خارجي، شيعي، رافضي، إلى غير ذلك. سلفي مندس بعد. أيوة هذا. طيب الشيخ عبد الرحمن يعني متهم أحيانا أنه طيب هذا التجمع الذي أنت تقوم به الآن وتعمل عليه في الليل والنهار، التجمع الشعبي، طيب ماذا عن هذا التجمع؟ لا بأس، هذا الحزب. طيب يجب أن نفقه في الدين والشرع والواقع الفرق بين التجمع والعمل الجماعي والعمل التعاوني والعمل الحزبي المقطع للأوصال. كيف؟ عندما يأتي إنسان، وأقص هذه القصة في مناظرة جرت بيني وبين رئيس حزب التحرير في الآن صار ربيع العربي، ممكن نتكلم أول ما نستطيع نتكلم، بين في لندن رئيس حزب التحرير. قلت له وأقول للآخرين، هل يجوز أن ننشئ في دين محمد أحزاب صلى الله عليه وسلم، يجوز أم لا؟ أسألك، يجوز؟ فسألت هذا السؤال لرئيس حزب التحرير، يجوز أن أنشئ في دين محمد هذا حزب تحرير، هذا حزب إخوان، هذا حزب كذا، هذا حزب كتائب، هل يجوز هذا في دين محمد؟ فقال لي يجوز. قلت له كم حزب ممكن؟ قال لي 100 200، ما هي مشكلة، مسجل المناظرة. فتركته قليلا حتى نسي القصة. قلت له أنا أريد أن أدخل في حزب التحرير، أريد أدخل في حزب التحرير. قال لي أهلا وسهلا بس بشروط. طب ماني أنا مسلم، تشترط علي ماذا؟ تشترط علي ماذا؟ قال بشروط كيت كيت. قلت بصراحة أرضى بشروط، بس أنا أريد أن أخبرك ما في نفسي حتى ما أغشك. قال لي ماذا؟ قلت له أريد أن أدخل في حزبكم لأنشئ حزبا في حزبكم. فغضب وخبط الطاولة، قال أنت تفرق صف حزب التحرير إذن؟ الله، ولا يفرق صف الإسلام ها؟ فقلت له الله أكبر، في حزب محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يجوز أن تفرق الصف ويجوز أن تحزب، أما في حزب التحرير فيحرم. لاحظ خطورة المسألة، أدركها لما كان متمسكا بحزبه أكثر مما تمسك بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التحزب. أما التجمع فهو بمقام الجمعيات التعاوني، أيوة لا بأس فيه أحسن. هذا التجمعي الذي يقوم على خدمة الناس لا على تحزيبهم. وأضرب بس مثال بسيط الآن، وفي له شروط إن شاء الله أشرحها فيما بعد. التجمع الآن، الوزارات في الدولة متحزبة أم متجمعة؟ متجمعة، لأنه عملها تخصصي لخدمة الدولة وخدمة الشعب. لاحظ؟ نعم. يعني إذا أجا واحد من وزارة الزراعة على وزارة التربية يدخل ابنه، بيقولوا له وزارة الزراعة، أي وزارة التربية، تفضل أنت مانك من وزارة التربية فلا نقبله. واضح جدا. لاحظ؟ جميل. أي الآن الدول العربية بهذه الحدود متحزبة ولا متعاونة ومتجمعة؟ متحزبة. إذا بدك تتورط بجواب لا لا تجيب، ما عندي مشكلة. قلتها أنا. طيب طيب، الدول الأوروبية اليوم بدأت تزيل هذا التحزب، فأزالت الحدود، أحست أن هذا الحدود كانت سببا في أمريكا. كم دولة؟
أمريكا يا أخي 50 دولة. 52 52؟ 52 دولة. طيب 50 دولة الآن متحزبة ولا متجمعة؟ متجمعة متعاونة، وإن كان كل مقاطعة لها أحكامها لها كذا. هذا هو الفرق بين التحزب، ونسأل الله أنه يجعل الدول العربية متجمعة. إذن التجمع يا أخي لخدمة الناس دون تفريق. بيجيك جريح ما بيجوز تسأله أنت منين وأنت من أي حزب وأنت معنا بايعتنا من داويك، ما بايعتنا ما من داويك. هذا لا يجوز، هذا كفر، هذا كفر وضلال وظلم.